أولا نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على تلبية الدعوة للمؤتمر الأول في التجديد النصفي للجان النقابية على مستوى الجمهورية التابعة لنقابة المهن التعليمية. هذه اللجان عددها 315 لجنة. الكتاب الدوري صدر اللي هو بيرتب عملية الانتخابات يوم 15/12/2013. الكتاب ده عبارة عن 4 كتب دورية، 1، 2، 3، 4، وفي كتاب تكميلي. ده وصل للفرعيات نمرة 1، نمرة 2 تم اجتماع بالسادة رؤساء الفرعيات وعرض طرق وإجراء الانتخابات التي تبدأ بالقرعة أولا، لأن احنا عدد كل لجنة بيبقى 16 عضو، رئيس زائد 15، الاقتراع بيبقى على نصف الأعضاء ودول عددهم بيبقوا 8، يعني الرئيس باقي ويبقى معه 7 واللي بيخرجوا في القرعة بيبقوا 8. بيتقدم الناس للترشح بعد فترة، مدة القرعة بتبقى أسبوع، مدة فتح باب الترشح برضو لمدة أسبوع، الطعون بتبقى لمدة أسبوع، إعلان النتائج وتعليق الكشوف. حدد اليوم الخميس 13/2/2014 لعقد الجمعيات العمومية ابتداء من الساعة 9 صباحا. حسب القانون 79 لسنة 69 بيكونها انعقاد الجمعية العمومية لمدة 2 ساعة. إذا اكتمل النصاب بمعنى 50% زائد 1 بيتم إجراء الانتخابات. يعني بناخد من 9 لـ11 جمعية عمومية. دي تعتمد فيها الميزانيات وبتعتمد فيها الحساب الختامي إلى آخره، وبتعرض لبعض الأمور الخاصة باللجان النقابية. طبعا على مستوى الجمهورية لم يكتمل النصاب تقريبا في حوالي نقدر نقول 272 لجنة. عندي لجنة وحيدة هي اللي اكتمل فيها النصاب، وهي لجنة رشيد تبع محافظة البحيرة. عندنا 42 لجنة فازت بالتزكية. معنى فازت بالتزكية يعني اللي تقدموا 8 على قد العدد المطلوب، وبالتالي فازوا بالتزكية وبيسكنوا في المقاعد. اللجان النقابية نعم 42. اللجان النقابية عندنا بتبقى نوعياتها كالآتي: ابتدائي، إعدادي وثانوي، دول مع بعض يسمى تعليم عام، تعليم فني، وبعدين إشراف. إشراف معنى الوظائف القيادية الإدارية اللي هي موجه، اللي هي مدير إدارة إلى آخره. وبقى في جامعة، الجامعة الكلية التربية اللي هي حلت محل مدارس المعلمين والمعلمات. المدة بتبقى 2، بيتم التجديد النصفي زي ما أنا قلت. في حالة عدم اكتمال النصاب بتؤجل لمدة 2، يعني هتبقى إن شاء الله الخميس 27 فبراير 2014، برضو بنفس الطريقة بس تنعقد بالثلث. يعني يتم انعقاد الجمعية العمومية بثلث الأعضاء، وده كافي. الجمعية العمومية طبعا بعدها بيتم الانتخابات بأي عدد، طالما لم يكتمل لأي سبب من الأسباب ما اكتملش التلت، خلاص الانتخابات بتبقى منفصلة عن الجمعية العمومية، وده للتوضيح بقى أكثر. هنوزع على حضراتكم إن شاء الله الكتب الدورية اللي صدرت في هذا المعنى، نمرة 1 نمرة 2. في نفس السياق احنا بنوعد للتجديد النصفي للفرعيات، عددها 53 فرعية على مستوى الجمهورية. القاهرة والجيزة بيستأثروا بحوالي 18 فرعية، مش حوالي، لا مؤكد 18، يعني 14 و4، فبيبقى الإجمالي 18، الباقي موزع على الجمهورية بنفس الطريقة والآلية. بيتم اقتراع على نصف الأعضاء اللي هم عددهم 30 زائد الرئيس. الرئيس بيبقى بيكمل مدته 4 سنين في الـ3 مراحل لجان فرعيات عامة. الاقتراع بيبقى على الأعضاء، يبقى كده بيطلع 15 عضو، وتعطى فترة برضو للطعون، وبعدين فتح باب الترشح وبعدين الطعون، وبعد كده بيتم إعلان موعد الانتخابات. بتبقى هنا الجمعية العمومية هي مين بالنسبة للفرعيات؟ هي اللجان. يعني نضرب أمثلة، عندي لجان هنا في القاهرة 3 لجان بيشكلوا فرعية و4 بيشكلوا فرعية، لكن عندنا مثلا محافظة زي الصعيد سوهاج 14 لجنة بيشكلوا فرعية. نضرب 14 × 16، دي الجمعية العمومية اللي بتنتخب الـ15 كتجديد نصفي. بنفس الآلية برضو
بيتم ده بالنسبة للفرعيات تنتخب مجلس النقابة العامة اللي عدده 40، وده هيبقى ما يعني القانون بيديني حرية في أبريل في مايو على حسب الظروف المتاحة والعامة. طبعا احنا بنشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، وبنشكر كمان الناس اللي هي ساهمت، رؤساء الفرعيات وأعضاء الفرعيات واللجان النقابية الذين أشرفوا على إجراء العملية الانتخابية. الجدير بالذكر في هذا الأمر أن هناك إشراف قضائي كامل في كافة المراحل، يعني النهاردة قضاة مصر كانوا موزعين على 315 لجنة، مش 315 قاضي، لا ده عددهم يزيد على 600 قاضي، بمعنى أن بكل مقر بيبقى فيه قاضي مشرف، كل صندوقين عليهم قاضي، وبعدين في رئيس بيشرف على اللجنة كاملة. الجاري الآن مش من دلوقتي، لا من الساعة 11 وربع تقريبا 11 ونص بدأت ترد إلينا على فاكسات النقابة اللي هي تقرير أو محاضر الغلط، يعني اكتمل ما اكتملش، بيبعت بيوقع رئيس اللجنة الفرعية، بيوقع المستشار، وده بيجمع وجاري طبعا تجميع على مستوى الجمهورية. موعدنا يعني ممكن احنا مستمرين لغاية الساعة 5 على الأقل، لكن هو الحد الأدنى اللي أنا قلته من 9 للساعة 11 بإذن الله إن شاء الله. حصلت بعض الأمور الخارجة عن القانون، يعني إن صح التعبير بمعنى أدق، يعني بعض من ليس لهم سلطة على النقابة، لأن لما نرجع للمادة 76-77 للدستور القائم بيمنع حل مجالس النقابات فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. نمرة 2، ليس لأي جهة إدارية التدخل في شؤون النقابة، ولما أقول جهة إدارية معناها لا المحافظ ولا وكيل الوزارة ولا الوزارة نفسها تتدخل في شؤون النقابة. في مدارس وإدارات متعاونة جدا وأدت عملها على أكمل وجه، في بعض نقول المشاكل كانت في بعض المحافظات هنقولها، يعني تقريبا كلها كانت اسكندرية، الشرقية، الفيوم، المنيا. دول طبعا حصل ان محافظ الفيوم يعني عمل لجنة وإلى آخره، طبعا ده إجراء باطل وتم الاستشكال عليه وتم الطعن على قرار المحافظ لأنه غير قانوني غير دستوري. اسكندرية برضو نفس الإجراءات تمت، الشرقية نفس الموضوع. احنا بنتمنى من إخواننا وزملائنا وزميلاتنا المعلمين والمعلمات ان هم يعني يكونوا مع نقابتهم مش ورا نقابتهم، لأن احنا معهم وهم معانا، وإحنا المجلس المنتخب الوحيد منذ فترات بعيدة الذي جاء بإشراف قضائي كامل كمجلس نقابة عامة. إحنا تسلمنا النقابة 1/6/2012. طبعا في حاجات كتيرة اتعملت الحمد لله رب العالمين، وجاري أكثر من ذلك. عملنا مشروع زي التكافل العلاجي من أروع ما يكون، بيبدأ الاشتراك فيه المعلم من 120 جنيه لغاية 200 جنيه، يشمل الزوجة طبعا لها اشتراك بيبقى أقل، والأولاد واشتراكهم أقل، والوالدين، وده لأول مرة في التاريخ. بنجهز النادي هنا عندنا، يعني بيطور الآن، لو بصيتوا عليه وحبيتوا تاخدوا له صور ولا حاجة، بيطور على أحدث ما يكون بما يليق وكرامة المعلم. تم الانتهاء من نادي اسكندرية في رشدي، وإعداد المصايف الحمد لله، ورحلات كثيرة، وبعض المحافظات عملت حج وعمرة، والآن جاري إعداد هنا الاعداد لعمل جمعيه للحج والعمره. الاكثر او الاهم من ده وده، النقابه العامه فتحت مركز لتطوير المهني او التنميه المهنيه المستدامه على احدث ما يكون، برضه لو حبيت تزوروا تشرفوا تحت وتشوفوه. خالص الشكر والتقدير، مش عايز اطول عليكم، واعتذر ان كنا تاخرنا عليكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا كلام عاري عن الصحة تماما وكلام غير مسؤول. استني الإجابة بقى. طيب مش كده؟ طيب اتفضل. طيب ما يتقدمهاش او يتقدم ليها اقل من 8 اعضاء. في ايوه في بعض اللجان لما يتقدم الا 5 على فكرة من 8. ماشي، ما هو ماشي، حتى لو لجنة اي مكان، مع ايوه اي مكان، اي مكان. المهم ان دي حريه شخصيه مكفوله للجميع، واحد عايز ترشح والتاني مش عاوز، ما فيش مشكله. ولما قلت بالتزكيه بمعنى ان لم يتقدم احد، يعني اللي تقدموا على قد الاماكن الشاغره،
والتسكين مرة تانية برضو من باب العلم بالشيء، التسكين بيتم على النوعية اللي أنا ذكرتها، ويتم بعد ذلك على أكثر وأقل، بمعنى أقل من 15 سنة خدمة أو أكثر من 15 سنة خدمة. واللي عنده أي حاجة مستند رسمي يتقدم به لأي جهة، النقابة العامة أو أي جهة قضائية كانت ما تكون. احنا بنطبق القانون بشفافية وصدق ونزاهة، ولا يشغلنا من يبقى ومن لا يبقى. مرحبا بمن يأتي به الصندوق، وهي أمانة، من استطاع حملها أعانه الله، والذي لا يستطيع عافاه الله. هو طبعا يعني المدارس اللي تعاونت زي ما انا قلت اهلا بيها، والادارات تعاونت شاكرين، اللي ما تعاونش انا اجرت قاعات عادي جدا يعني، وده من حقي قانونا، اجر قاعه لجنه نقابيه يتم فيها تجمع الناس، في لجان متاحه، في فرعيات متاحه اصلا. يعني اذا كان حصل مثلا يعني شبه احتلال، وده خطا جسيم، اربا بمعلمي مصر ان يقترفوه او يقتربوا منه، اللي هو احتلال نقابة شرق اسكندرية او المحلة او الامبارح. طبعا هذا خطأ مرفوض، اقول لا يليق بمعلمين مصر الذين يعني هم يعتبروا قادة الامة وقادة الفكر والحضارة في اي مجتمع من المجتمعات. ما انا قلت لك الانتخابات النهاردة جمعية عمومية في الاغلب الاعم لم تتم على مستوى الجمهورية عدا لجنة واحدة اللي هي رشيد، وبالتالي كده جات المحاضر من السادة المستشارين ان حصل كذا، حصل اجتماع لم يكتمل النصاب، لان انت مدة اجتماعك بتبقى ساعتين، اكتمل النصاب تجرى الانتخابات، لم يكتمل تؤجل اسبوعين، بمعنى الانتخابات وعليك خير 27 فبراير القادم ان شاء الله في 272 لجنة. اي سؤال اخرى؟ ودوره الرائد في تمهين المعلم، حماية حقوقه، ورعاة الجانب الاجتماعي للمعلم والجانب الصحي. أنا هتكلم بس في رسائل عاجلة بس بسيطة كده. نمرة واحد، العملية برمتها تدار من خلال لجنة قضائية عليا، بدءا من التقدم بالطعون يا أستاذ محمود حتى إعلان النتائج النهائية. هناك لجنة من قضاء مصر الشرفاء يديرون العملية بكاملها من A to Z. أي حد له الحق أن يعترض فليعترض إلى اللجنة القضائية، ولها السلطة الكاملة في إدارة العملية الانتخابية وعقد الجمعيات العمومية. هذا أمر. الأمر الثاني اللي برضو مش عايز يفهم أن ده نوع من أنواع عدم اكتمال الجمعيات العمومية، أمر طبيعي جدا، وده أمر بيحصل وحيحصل وإن شاء الله، لأنك أنت بيبقى في عندك لجنة عددها مثلا 20,000، ما تقدرش تجمع 10,000 في أول لقاء، حتى في حتى يعني يمكن البعض في النوادي، وده أمر متعارف عليه في النوادي الاجتماعية والنوادي الرياضية، عقد الجمعيات العمومية ما بتكتملش من أول عقد. فلازم القانون بينص على أنها تؤجل لمدة أسبوعين وتم الإعلان. أستاذ محمود، تم إعلان الكامل للجميع بما ينفي الجهالة عن إجراءات انتخابات التجديد النصفي في كافة الصحف، وحسب ما نصت عليه القوانين أو قانون النقابة واللائحة التنفيذية بكاملها. كون إن حد يعني في لجان، أنا أثير إن بعض اللجان لم تكتمل أعضاء المتقدمين للترشح، 8 إحنا اللي تقدم 6. لو في فرد راح مثلا لجنة ولقاها مقفولة، كان يقدر بمحضر شرطة يوثقه ويروح للجنة القضائية ويقول لهم اللجنة رفضت ترشيح واحد بس يروح. لم يحدث، لم يحدث تماما ان الاعلان تم حسب القانون في جرائد رسمية، جريدتين رسميتين اعلنت فيها جميع تفاصيل العملية الانتخابية، ودي يمكن اول مرة تتم عمليات التجديد النصفي باشراف كامل، باشراف كامل للقضاء، لجنة قضائية. دي النقطة التانية. النقطة التالتة بقى اللي انا كنت عايز اقولها مع حضراتكم، ان اي نقابة المعلمين يعني تعداد العاملين، تعداد الاعضاء فيها يقارب دولة من الدول، من دول الخليج يعني
احنا عندنا ما يقارب 1.5 مليون واكثر من 1.5 مليون معلم ونقابه، فاكيد بيبقى فيه نوع من انواع في الاتفاق، يعني الاتفاق او شبه الاتفاق يعني امر مستحيل، وبالتالي بيحصل الامور دي. لكن احنا فعلا بنأكد على ان فيه جهود من اعضاء النقابات، في جهود من رجال الشرطه حمت المقرات، في جهود من بعض قيادات وزاره التربيه والتعليم حمت ودفعت في اتجاه تمثيل المعلمين تمثيل حقيقي من خلال اجراء الانتخابات. الانتخابات ان شاء الله نأمل ان باذن الله يوم الخميس بعد القادم يوم 27 فبراير انها تجري بشكل موضوعي بشكل حقيقي، تساعد القيادات، وانا بقول اهو قيادات وزاره التربيه والتعليم، قيادات الحكم المحلي ممثله في المحافظين، تدفع في اتجاه يعني تيسر للمعلمين ان يدلوا باصواتهم وفقا للقانون لاختيار ممثلين في النقابات. والإخوة اللي زعلانين اللي عندهم أي حاجة، عندهم لجنة قضائية مشرفة على الانتخابات تقدموا إليها بأي طعنة أو أي نوع من أنواع الاعتراضات. أكرر شكر لحضراتكم، وإن شاء الله إن شاء الله ده عرس ديمقراطي يضاف في هذه الظروف الحالكة أن تخرج مصر من نفقها المظلم إن شاء الله، وأتمنى الخير دائما لكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا جزيلا فندم. في هذا اليوم بتجرى انتخابات التجديد النصفي للمستوى الأول من النقابات، نقابة المهن التعليمية، اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وعددها 315 لجنة. الحمد لله يعني جميع الأمور أو في مجملها الأمور طيبة الحمد لله، بنلمس تعاون مع بعض المؤسسات وبعض الجهات. الإشراف الكامل للقضاء، قضاء مصر الشرفاء يتولون ملف عقد الجمعيات العمومية والانتخابات بكاملها، وده شيء يشرف النقابة ويشرف مصر كلها ان احنا عندنا تدار انتخابات في ظل هذه الظروف، تدار انتخابات نزيهة ان شاء الله نضمن نزاهتها. النهاردة كان فعلا عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعيات العمومية، وده امر وارد في القانون وده امر متعارف عليه وبيحصل في كل الجمعيات العمومية سواء نوادي او نقابات، وبالتالي بتؤجل حسب القانون الى ان شاء الله يوم 27 فبراير الخميس بعد القادم. بتدعى الجمعية العمومية وبتنعقد بالثلث، وبعدين إذا ما يكتمل بتنعقد بأي عدد بيكتمل، بتجرى الانتخابات بإشراف كامل للقضاء، وبتعلن النتائج من اللجنة القضائية العليا اللي هي المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة المهن التعليمية، وبعد كده بنخش على المستوى الثاني اللي هي انتخابات الفرعيات، وإن شاء الله تمر بنفس الإطار برضو، وبعدين بعد كده إن شاء الله تكون انتخابات النقابة العامة المستوى الثالث والأخير. أنا يعني بهني الشعب المصري، بهني المعلمين المصريين بانعقاد الجمعيات العمومية، إن شاء الله تكون يعني زي يعني طاقة أمل وطاقة نور للخروج من النفق اللي احنا فيه والظروف الصعبة. بحيي كل المعلمين الشرفاء اللي هم بيسعوا إلى نوع من أنواع اللحمة ونوع من أنواع التلاحم مع نقابتهم ودفعها إلى الأمام بحيث تكون رائدة على مستوى العالم. النقابة عددها كبير، النقابة فيها أكثر من 1.5 مليون معلم، فيها يعني إمكانات وموارد وتقدر تقوم وتسهم في إصلاح منظومة التعليم من خلال مراعاة المعلم، من خلال تمهين المعلم، من خلال تحقيق أمال وطموحات والدفاع عن حقوق. اللي بيجرى في بعض الانتخابات حتى على مستوى العالم، مصر رائدة في العمل النقابي، ان المفروض ان احنا بنضع مصر على خريطة العالم الحر العالم المتقدم في حفظ حقوق المعلم في تحقيق ارادته. بالمناسبة يعني بهيب بالسادة المسؤولين من وزارة التربية والتعليم، بهيب بالسادة المسؤولين من قيادات الحكم المحلي من المحافظين ان ييسروا للمعلم المشاركة الفاعلة في عقد جمعيته العمومية القانونية، ودون السعي إلى نوع من أنواع التوقع والشيء اللي أنا مش عايز يعني في هذا اليوم مش عايز أتكلم عليه، شيء غير مرغوب بالمرة، شيء غير قانوني بالمرة، شيء يثير نوع من أنواع اللي لم يكن السخرية، يثير نوع من الاشمئزاز أن قيادة في حكم محلي أو في وزارة التربية والتعليم يعني تدفع في اتجاه غير قانوني. هذا أمر غير مقبول، هذا أمر يعني يثير التساؤل على مصر كلها أمام العالم. لابد أن تضع مصر في اعتبارك وأنت تتخذ أي قرار، تضع القانون
فوق الجميع، تلتزم بما نصت عليه ما نص عليه الدستور بالظروف اللي احنا بنمر بيها. المعلمين يعني لهم حرية الاختيار في اختيار قيادتهم النقابية ايا كان، بشفافية وبوضوح وبإشراف كامل للقضاء المصري النزيه. يعني بتمنى على اخواننا ان شاء الله المعلمين ان يشاركوا بفاعليه في اللجان، لان هم دول اللي بتختاروا ممثليكم اللي هتقولوا بعد كده ان هم بيحققوا املكم وطموحاتكم ولا لا. وبعدين الامر كله باشراف قضائي، من يرى ان هناك اي نوع من انواع الخلل اللجنه القضائيه بترحب باستقبال اي طعون، استقبال اي نوع من انواع الشكاوى، سواء في عقد الجمعيه العموميه او في اجراء الانتخابات. وان شاء الله ان شاء الله تفرز هذه الانتخابات ان شاء الله الاسبوع بعد القادم عن قيادات نقابية تعي تماما الظروف التي تمر بها مصر، تعي تماما حقوق المعلم، تعي تماما منظومة التعليم والتعلم وإصلاحها من خلال أو من خلال إسهامات النقابة، تعي تماما أن المعلم المصري يعمل في ظروف صعبة لا يمر بها أي معلم في أي دولة، وينتج ويسهم في تحقيق آمال وطموحات الأمة كلها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لكل قيادات النقابة بإذن الله رب العالمين. يعني أنتوا شفتوا ده طبعا يعني يعتبر نوع من التصرف الغير مسؤول والغير حضاري والمخالف للقانون والدستور، وما يصحش للمعلمين في أي مكان، سواء كان معلم كان مدير إدارة وكيل وزارة أي مكان له صفة، لأن إحنا حددنا موعد الجمعية العمومية اللي هو النهاردة، يبقى ينفعش تيجي قبلها بيوم ولا باتنين تدعو إلى جمعية عمومية وأنت غير ذي صفة، وليس من حقك وليس من شأنك. وبعدين ده نوع من التهريج المرفوض لا يليق بأخلاقنا. يعني طبعا كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها ضد اللي هم عملوا هذه الإجراءات، كل الإجراءات تمت قانون وفق القانون، سواء استشكال أو طعن على القرار.